تم مؤخرا تعميم المنشور الجديد للمدير العام لوزارة الصحة على مديري المستشفيات وصناديق المرضى والشعب الطبية، ويؤكد المنشور على جملة من التعليمات التي تكافح التمييز والعنصرية، بما في ذلك منع الفصل بين المتعالجين أو مقدمي العلاج والخدمات الصحية. المنشور للمدير العام للوزارة يلزم المستشفيات وصناديق المرضى بمراقبة تنفيذ التعليمات وإعداد تقارير سنوية حول تنفيذ هذه التعليمات. للحديث عن هذا الموضوع تنضم إلينا في بث حي ومباشر من شفا عمر الممرضة نجمة عباس، عضو المنتدى المدني لتطوير الصحة في الجليل. مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا بك وجميع المستمعين. أولا، هل لك أن تطلع جمهور المشاهدين على أبرز ما جاء في منشور المدير العام للوزارة؟ عفوا، السؤال؟ سؤال، أنا سألتك أن تطلع الجمهور المشاهدين على أبرز ما جاء في منشور المدير العام للوزارة. منشور العام اليوم يعني أصدر ب 31 أكتوبر 22 عشية الانتخابات، هو من مدير عام وزارة الصحة. طبعا هذا المنشور جدا جدا هام، هو بيستند على قانون الصحة الشامل اللي أصدر ب 1996 بوزير الصحة اللي أصدر وزير الصحة حايم رامون وقتها. هذا القانون هو قانون جدا فيه مساواة، يمكن من أخطر القوانين فيها مساواة على الإطلاق، لأنه بعطي خدمة متساوية بين جميع المرضى في الدولة بدون أي تفرقة. ولكن بخلال السنين اللي فاتت، يعني بعد القانون وبعد ما أنت تتعامل معاه، طبعاً بتصادف ثغرات معينة ونقط اللي هي مش واضحة أو فضفاضة اللي تفسر بطريقة أو بأخرى، فإجا هذا المنشور حتى يوضح ويحط النقاط على الحروف. ومن أهم المواضيع زي ما حضرتك طرحت حاليا، هو بيطرق لعدة نقاط، وأهمها هي موضوع طبعا الفصل العنصري أو العنصرية بالتمييز إذا كان أو وجد ومراقبته طبعا. والشغل الثاني اللي هو بيحكي على يعني اعطاء خدمه اللي هي تكون مناسبه وملائمه، ملائمه الخدمه للجمهور او للمستخدمين حسب طبعا ثقافاتهم ووضعهم الاجتماعي، وضعهم التعليمي، واي منطقه هن موجودين. يعني المجتمع العربي يختلف عن المجتمع اليهودي، وما بقدر يكون نفس المعايير اللي محطوطه على مستوى القانون اللي هي نعم. تناسب جميع المجتمعات العربية والمجتمعات اليهودية تختلف، لأنك إذا أنت بتحكي مثلا على موضوع السكري يعني ما بيختلف الوعي تبعنا بالمجتمع العربي عنه بالمجتمع اليهودي، نمط الحياة طبعا مختلف. حتى إذا بتاخد شرائح المجتمع العربي بتلاقي اختلاف بين النقب وبين الجنوب وبين الجليل، وبالمجتمع اليهودي كذلك أمر. يعني في عندك المجتمع الأكثر، مثلا في عندك الروس، عندك الأثيوبية، فمختلفين بنمط حياتهم وكيف هن بتناولوا موضوع نعم. الصحة وكيف اعتقاداتهم وإيماناتهم. إلى أي مدى منشور المدير العام وما يتضمنه يعتبر ملزما للأطباء الممرضين وغيرهم من العاملين في هذا المجال؟ طبعا ملزم، لانه هذا يعني ينبثق عن قانون الصحه العام اللي هو قانون، يعني انت ما بتقدر تشتغل الا ضمن القانون يعني اللي بيلزمك. ففي معايير وفي مقاييس وفي كمان يعني مراقبه على عملنا وعمل الاطباء والممرضين والطواقم الطبيه جميعها، فهو ملزم. وطبعا حسب القانون وبند من القانون بيقول انه راح يكون مراقب بكل مؤسسه تعطي خدمة صحية، حتى طبعا يراقب العمل حسب القرارات او نقول مش يعني التوصيات المنشور وتعليمات المنشور اللي بحث عليها مدير عام وزارة الصحة. نعم. مش بحث عليها وبطلبها طبعا، وراح يكون مراقبة على عمل الطواقم الطبية ان كان بالمستشفيات وان كان بالعيادات او بمؤسسات اخرى تعطي خدمة صحية. أريد أن أتطرق إلى قضية منع الفصل بين المرضى، هل لك أن توضحي هذا البند أكثر؟
طبعا احنا بنحكي احنا بال 2016 كان في عندنا مؤتمر صحي للمنتدى المدني لتطوير الصحة في الشمال، اللي كان وقتها بالتعاون بين جمعية الجليل وشتيل وبلدية شفاعمر. وبنفس نهار المؤتمر في كان تصريح لعضو الكنيسة سموتريتش اللي بيقول انه هو وزوجته بطلبه انه ما يكون نساء عربيات في غرفة زوجته. طبعا هذا الطلب وقتها يعني اخذ حيث كثير كبير بالمؤتمر. احنا كنا بدنا نحكي على معايير الصحه وكيف تصغير الثغره بين المجتمع العربي والمجتمع اليهودي، والثغره الموجوده بالخدمات الصحيه الموجوده بالمركز والشمال، ولكن هذا الموضوع اخذ منا حيز. وكان وقتها بروفيسور جروتو اللي من وزاره الصحه اللي قال يعني طبعا غير مقبول هذا التصريح. ومن وقتها لليوم يعني 6 سنين وهو كان في عمل الجمعيات المجتمعية والمؤسسات اللي بتطالب بالعدالة وعدم التمييز العنصري بالمؤسسات الطبية، حتى تم طبعا إصدار هذا المستند وهذا اللي يعني اللي احنا لازم نعمل فيه حاليا في المؤسسات الطبية. فيعني احنا بنقول انه هذا الموضوع جدا هام. طيب نبقى في هذا الموضوع، يعني ماذا بشأن الفصل بين الطواقم الطبية؟ هل كان هناك فصل بين الأطباء أو المرضى على خلفية قومية مثلا؟ لا يعني انا ما حسب معلوماتي طبعا يعني اطلاعي، وانا كثير جدا نشيطه بموضوع الصحه، لا ما في فصل. يعني قلت لك هذا القانون اللي الصحه الشامل اللي يطبق من 96 بشكل يعني بحذافيره، ما في طبعا انه طلب انه او يعني المؤسسات بتخصص اطباء عرب مثلا يقوموا بمعالجه المرضى العرب او يهودي يعالجوا الشريحه من الشعب يعني اليهودي. لا انا بقول لك انه هون بالعكس، هون احنا بكون عندنا يعني هون في واضح بالمؤسسات الطبيه التعاون بين الطواقم العربيه والطواقم الطبيه اليهوديه لعمل لمصلحه جميع المرضى بمعايير مهنيه 100% بدون اي طبعا عنصريه او تمييز عنصري، ان كان على اساس عرقي ديني او طائفي او اي معايير اخرى. لا. لانه القانون لا يسمح طبعا، والاخلاق الناس اللي تشتغل الطب وبالتطبيب والتمريض طبعا ما تسمح الحالة، انه هاي مهنة جدا جدا انسانية، وما يعني انا لم اصادف هيك يعني بتاتا بتاتا. نعم، اريد ان اسألك بالذات هذا السؤال، يعني هل تشعرين ان المنشور العام يمنح نوعا من المساواة التي يفتقدها المواطن العربي في مجالات اخرى؟ بفكر انه في مجال لهذا المنشور، وبقدر كمان ينصف المجتمع العربي، لانه منالية الخدمات بالمجتمع العربي هي اقل من مناليتها بالمجتمع الاخر والمجتمع اليهودي، وكمان بالشمال هي اقل من المركز. بالمركز في خدمات اكثر لاطباء مختصين بمواضيع او بجميع المواضيع، وسرعه انك توصل لطبيب مختص باي موضوع اسرع من الشمال. فاذا على سؤالك يعني تحديدا للمجتمع العربي، احنا حكينا بالاول انه ملائمه الخدمات حسب المجتمع، يعني حسب بدنا نيجي نحكي احنا اي اذا بدك تيجي على المجتمع العربي وتحكي تحديدا عن السكري او عن نسبه التدخين او عن سرطان الثدي او اي موضوع، يعني احنا بارتفاع بنسبة المرض بهاي المجالات، إن كان سرطان الثدي، إن كان أمعاء الغليظة، إن كان السكري، إن كان نسبة التدخين، سرطان الرئة، فمرضى اللي بمرقوا غسل كلى، كلها نسبتنا كوسط عربي أعلى من المجتمع اليهودي. فهذا بقول إن دل على إشي، بدل إنه إحنا الخدمات اللي بناخدها غير يعني ملائمة أو غير يعني ملائمة لاحتياجاتنا كمجتمع عربي، وفي مجال إنها يعني إنه هاي الخدمات يعني تنسق أو تنحط لها خطة عمل تلائم اعتقاداتنا وتلائم عاداتنا وتقاليدنا ومفاهيمنا، ويحاكونا باللغة تبعتنا اللي هي تلامسنا. يعني بالآخر لما إحنا نطلع بدنا نبعث رسالة نصية لمريض روح يعمل فحص معين، لازم تكون يعني تلائمه. والقانون نفسه كمان اليوم بنص على
المستند اللي اسعد المدير العام للوزاره بيحكي كمان انه لازم يكون في يعني حتى التوجه لذوي الاحتياجات الخاصه يكون نعم. كمان ملائم لهن، وكمان بحث على العمل مع المؤسسات المجتمعيه كالمجالس البلديه والبلديات اللي لها دور كثير كبير بأنها هي تأخذ مسؤولية على مواطنيها وناسها، وتقول إنه أنا بحاجة لكذا خدمة أكثر من خدمة أخرى، نعم. وتعمل يعني يد بيد مع المؤسسة ومع وزارة الصحة لتغيير الوضع لمصلحة المؤمنين. نعم، طبعاً. نحن نشهد في المستشفيات الكثير من الأطباء العرب والطبيبات أيضا، وباقي المجالات كثير من العاملين فيها من العرب. والسؤال هنا، إلى أي مدى الطبيب العربي أو الممرض العربي يحصل على معاملة تليق به في هذه المراكز والمستشفيات؟ ونحن نتحدث كثيرا مع أطباء وعاملين في قطاع الصحة، ومنهم من يقول أن المستشفيات هي أكبر دليل على التعايش العربي اليهودي. ماذا لديك لتقولي عن ذلك؟ يعني حقيقة صح اللي انت ذكرته، ان يعني الطواقم الطبية تعمل يعني عرب ويهود مع بعض جنب الى جنب، يعني بكل بوقفوا قدام كل التحديات بوزارة الصحة. يعني مش من زمان احنا مرقنا فترة الكورونا، وعملت الطواقم جميعها عربا ويهودا يعني مع بعض يعني صد ووقوف قدام هاي التحدي. وطبعا هو بفرجي يعني هو كمان بيقدر يكون الواجهة انه ممكن يعيش الشعب العربي واليهودي في هاي الدولة يعني جنبا الى جنب، وفي انجازات وفي تقدم للكوادر الطبية، وفي لهم محل الكوادر الطبية العربية طبعا في لهم محل يعني جدا محترم وجدا مرموق، وفي منهم مدراء اقسام اللي احنا بنعتز ونفتخر فيهن. ففي مجال يعني انه هذا السيستم هذا الجهاز كيف بيشتغل، انه يقدر يكون كمان باجهزه ثانيه بالحكومه اللي تقدر كمان يعني يكون في شبابنا وصبايانا المتعلمين في مجالات اخرى ليس فقط بالطب وبمجالات التمريض نعم. والصحه، انه ينخرطوا في كمان وزارات ثانيه، لان عندنا كوادر قادر انها تكون في كل وزاره وتثبت حالها، ونفس يعني المعايير اللي موجود بوزاره الصحه بقدر شبابنا يشتغلوا وينجحوا ويوصلوا للمجالات اللي بدنا اياها. نعم، سؤال اخير. تفضل. نسمع تحذيرات من وزاره الصحه من الانفلونزا والكورونا معا في الشتاء القريب، هل الوضع يجب ان يقلقنا بالفعل؟ طبعا احنا طالعين، احنا بعدنا بالكورونا، ما طلعنا من الكورونا، احنا بحاجه انه نتطعم في الفئات اللي لازم مجتمعيه اللي لازم تتطعم، هي الجيل فوق 65، المرضى اللي عندهم طبعا امراض مزمنه، هي اكثر شرائح اللي لازم يعني تتوجه وتاخذ تكمل بتطعيمات الكورونا. وطبعا الانفلونزا السنه في تحذيرات قويه جدا انه راح يكون موسم مش هوين، راح يكون يعني اكثر يعني خطر، راح يكون اكثر في امراض بالانفلونزا، فمفضل ان الناس تتوجه لصناديق المرضى وتطعم، في تطعيمات كافيه بجميع صناديق المرضى، ومنحسن انه يجي يطعموا ليمنعوا انه يوصلوا للمستشفيات. بتعرف انت بهذا الموسم عاده المستشفيات بتكون ملانه بالمرضى اللي يعني بسبب الانفلونزا، وبما انه في كورونا فممكن نزيد الوضع سوءا، فلا الوقاية دائما خير يعني من كل نعم. علاج. هذا الوقت الناس تتوجه وتطعم ويعني وتحذر ويعني تبعد عن حالها كل المضار تبعت الانفلونزا نعم. والكورونا. شكرا لك الممرضة نجمة عباس، عضو المنتدى المدني لتطوير الصحة في الجليل، تحدثت إلينا من شفا عمر. شكرا لك. شكرا لك، أهلا وسهلا.